الناس اللي متابعين الراب في المغرب عارفين باللي الليك طيح ديزيدروس من الطوندونس غير ببيو، زعما غير بالتيزر او التريلر ديال الكليب ديالو الجديد، وكلشي كان كيتسنى شنو غادي يروح البيك. والصراحه ملي شفت شنو لاح البيك تخلعت، صراحه تخلعت انا زعزعت. ماشي كميه الايحاءات وربما مشاهد جنسيه اللي فيه، ولكن السكيزوفرينيا اللي فيه. حيت انت الا كنتي جاي باش دير واحد الرساله اللي كتدافع فيها على المراه، راه ما يمكنش تجيبها في الكليب على اساس انها شيء او لا آلة جنس او لا بيتش مع عاهره، وتقول لي راه كتدافع بها على المراه. Where is the logic؟ وانا متاكده ان بزاف ديال الناس تيوافقوني في هذه النقطه هذه، وتاهما تيقولوا انه كان ممكن الفيديو يوصل الفكره او الرساله ديالو بطريقه اخرى من غير هذه وحسن من هذه. فما جي بعدا شنو كميه العنف اللي كاينه في هذا الكليب هذا؟ يعني ما كفالاش اصلا الكفر ديال 170 كيلو، حتى داروا لنا مشاهد تمثيليه فيها دمايات عاوتاني بزاف. غاديين على هذا الحساب البيج اللي قاري، ما كاين فرق بينه وبين مستر كريزي اللي حتى هو خرج بواحد الكليب فيه بزاف ديال العنف وبزاف تحرض على الدعاره والقتيله والعجب. وعموما اصلا انا استغربت كيفاش انه داك الكليب داز هكذا قبل ما يديروا واخا اشاره انه قل من 18 سنه ما يدخلوش يتفرجوا فيه. ما عرفتش واش دايرين شي تقنيه اخرى باش تدخل بالكونت ديال جوجل، وهذا المهم حنا جربنا كل الطرق وقدرنا ندخلوا نتفرجوا في الكليب عادي. وبلا ما نضحكوا على راسنا بصراحه، عارفين بان الدراري غادي يدخلوا غادي غير يتفرجوا في الكليب ويتمزكوا ويتمسقوا، وما غادي توصلهم لا رساله لا ميساج لا والو. وعموما ماشي ساهل تكون مبدع فيما يسمى بالسهل الممتنع. باقي داوين في الراب؟ واش فراسكم وزير الثقافه ما تعرفش حليوه؟ اجيو نشوفوا الفيديو. هادو الشباب يعني شباب يعني في مجال ديال الموسيقى وفي مجال ديال الراب اللي اصبح يعني الصوره ديالو ما لا لا طبعا طبعا الاسم ربما هذا نعم. شاب مغربي نعم سميته حليوه كي عنده معجب الناس الوزير بالالاف الحمد لله. الوزير محمد الاعرج وزير الثقافه ملي سولوا على السيد اللي كان في الصوره ما عرفوش، مع العلم ان حليوه كيتبعوه بزاف ديال الشباب في المغرب، وهذا في الحقيقه مشكل حقيقي انك تكون ما كتعرفش شكون هو حليوه. لا ماشي حيت كبرت شان حليوه ولا شي حاجه، لانه باش تكون تايا في وزاره ديال الثقافه وغير ملم بفناني الراب اللي بلا ما كتبوا على راسهم غطوا على بزاف ديال الفنانين المغاربه، فهذا مشكل حقيقي. وهذا الشيء تيوصلني لواحد النقطه مهمه جدا، هو هاد الاعمال ديال الراب او الكليبات اللي كتصايب، يعني اللي كيصايبوا هاد الروابا كيكون فيها بزاف ديال العنف، كيدوزوا فيها بزاف ديال الرسائل ديال التحريض على القاتل والعنف والدعاره وغيره. ان كا ولا كتر غنهار دين امهم كاملين وغادي يقولوا كيحقار. لا ماشي حقار غير واكين بلان ما كنحن حتى كذا اللي حاس بحبط ما نعلينا حنا لا ما نحنا لا. هادشي فعلا خطير وجهل الوزير اخطر بكثير. واجي بعدا حليوه هو يعرف شكون هو وزير الثقافه. صافي انا ما ديتهاش فيه وصافي شلي. كلنا جمال الفا كلنا جمال الفا كلنا جمال الفا. وعدني انك تديها في قرايتك من القدام. اصاحبي كل يبقى سلسلت جمال بنادم مالو مالو. تحيه الفتاه المغربيه في هذه الحلقه ما كاينش القلوبه، غادي نتفرجوا في فيديوهات على راحتنا ونحاولوا اننا حنا ما نضحكوش. مرحبا بكم في قناه العميقين. هاشتاغ كلنا جمال الفا انتشر بشكل كبير بين رواد موقع اليوتيوب في المغرب، تضامنا مع جمال عزبي اللي كانت عنده واحد القناه سميتها جمال الفا وتضرب شحال من مره بسترايكات لا لشيء سوى انه عنده بزاف ديال الحسد والكارهين. وانا ما فهمتش كميه الحقد والكره، علاش السيد كيدير محتوى زوين نظيف ما عمره ما سب ما عمره ما ادى شي حد ما عمره ما دار ميز على اساس دين او جنس او حتى يعني ميز عنصري وكيتضرب بسترايكات، حتى السيد مسكين عيا وقرر انه غادي يستسلم ويودع اليوتيوب. وبصراحه اللي كان اولى انه يتسنى له الفيديوهات وتسد القناه ديالو هو بحال امثال صاريكول اللي كل مره خرج لنا بفيديو وقح وفي كلمات نابيه وكتسب وتعاير وتحرض على الدعاره والفساد، ومع ذلك الناس كيتفرجوا فيه عادي وحتى شي واحد مفكر انه سينياليها ولا يضربها بسترايكات، في حين ان جمال الفا متفوق عليها بزاف في المحتوى وفي الكونتوني وحتى ادبا واخلاقا. ساعدنا غادي يرجع جمال الفا غادي يرجعوا كاملين، ما ساعدناش تهلا خبر على الهامش.
فقرة خبر على الهامش، غادي نهضروا على واحد الموقف بطولي داروه مجموعة من الشباب مغاربة. اجي نشوفوا الفيديو عاد نكملوا. الفيديو بارطاجوه مجموعه من الفيسبوكيين اللي كيوثق واحد اللحظه ديال واحد التدخل سينمائي هوليودي خارق ديال واحد الشباب مغاربه عتقوا واحد الدري من واحد الدار كانت على فيها العافيه. الصراحه الموقف شجاع وبطولي، وهذا ان دل على شيء كيدل على ان المغاربه باقي فيهم التضامن، وهاد الدراري كيستاهلوا التنويه والتصفيق. و برافو عليكم. اولي وبيني وبينكم، واخا الفيديو دار البوز وهاد الدراري داروا واحد الموقف بطولي وشجاع، مازال ما عرفناش اش من مدينه وقع فيها هذا المشكل. وانتوما اللي كتفرجوا الا عرفتوا اش من مدينه ولا عندكم شي معلومات على هاد الشباب تحت في لي كومونتير، خليو لينا لي كونتاكت ديالهم ولا قولوا لينا تفاصيل اخرى اكثر من هذا الشيء. فقره خبر على الهامش، عدنا. بالكيرا صافي ملي سالا ودا الكريشه ولا كيهاجم اصدقاء الامس بحال اخنوش اللي قال عليه مؤخرا بانه ما عندوش الكباري ديال سياسي، زعما ما عندوش الهيئه ديال سياسي. شتي بنادم ما فيك خير. القيادي الكبير الذي وصف وضعه المادي بانه دون البغل وفوق الحمار خرجت ميتو كتوصفه بانه زعيم عالمي دون ال وفوق ال وما كذبتش الانسه نتوما اللي وصفته بانه زعيم عالمي، لانه كما متداول عندنا حنا المغاربه ملي تنبغوا نقولوا لشي واحد فيه دخل ولا خرج في هضره بزاف تقول هذاك خونا عالم. لهذا بن كيران هو زعيم عالم وماشي زعيم من الزعامه كيف ما هو معروف، لكن زعيم من الزعامه ديال الدارجه، يعني الجرأه الخاويه. زعامه يا خويا زعامه، راه ماشي ساهل تكون خربتي صندوق تقاعد البسطاء المغاربه من موظفين وغيرهم وتزعم هاد الزعامه كلها باش تبرر التقاعد ديالك وادعاء مع ادعاء الزلط. وما نساوش طبعا راه الانسه بنتو عادي ان دافع عليه لانه استفد من تقاعد استثنائي، بما انها هي ايضا استفادت من التوظيف المباشر في الامانه العامه للحكومه وسعدات اللي عنده با في دار الحكومه. وحسماء العيني خرجت لها صوره جديده في باغي سعداتها، لانها في دار العرس البي جي دي الذي يحلل ويحرم ويفصل الفتاوى على مقاسه، وممكن يرمي وراء ظهره سنوات وسنوات من النضال وحتى العشره كيفما دار ياسين مؤخرا اللي طلق مراته ب 30 مليون سنتيم وطلق معها 35 عام ديال العشره. فقره التعليق على حدث هذا الاسبوع هو ان المهدي منيار بقى يدور يدور تجابها في راسه. انا ريشه في راسه بلا شك انكم سمعتوا قرار وزاره التربيه الوطنيه بان ست جميع معاهد ديال المهدي المنيار. من بعد ما كتبت عليه لجان ديال وزاره التربيه الوطنيه تقارير تفيد انه ما عندوش تراخيص باش يخدم. الوزاره دارت هادشي كامل خوفا زعما على التلاميذ والتلميذات من المعاهد الخاصه العشوائيه، في حين ان التلاميذ زعما كانوا غادي مزيان وعندهم نقاط هابطه بزاف وكيعاونهم باش ينجحوا. والصراحه اللي خرج على هذا الاستاذ المعجزه هو اكثر بلا 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 صافي نحبسو جيت ندمتيني جاي نصور معاك حلقه وليت خاسر. وبما ان هذه الفقره مرتبطه بالتعليقات ديالكم اجيو نشوفوا التعليقات اللي كتبتو. بسمة قالت في واحد التعليق دابا تاكد بلي العين كاينه الله يحفظ الجميع اللي عنده شي رزيق يخبيه ما يبقاش يبين داكشي للناس، راه الناس ما كترحمش. في تعليق اخر شي تلميذه واقيلا كومونتاج استاذ واش بصح هادشي لا مايمكنش، واش حنا مابقاوش باغيين نقراو ولا شنو؟ بزاف هادشي، انا كنفضل يحيدوا لينا المدرسه الزفت ديالهم ما يحيدوكش لينا انت. تقريك الله يحفظك وغادي دوز الله يرحمك الوالدين. يلاه صافي اخوان رحمونا ما بقاش كومونتير كومونتيرات طوال، زوج كلمات راه بارك. وفي تعليق اخر اقسم بالله الا وليت خايف عليك كشخص من اعداء النجاح ابتعد عن البرامج والتلفازه كتجيب غير العين والاشاعات وغتحرك عليك اعداء النجاح المخفيين، خليك مع التلاميذ ديالك هنا راك مشهور بلا بيهم، اقضوا حوائجكم بالكشمان والله المعين. تشاو. هذا ما كان في حلقه اليوم، الا كان عندكم شي استفسارات شي اقتراحات ملاحظات اي حاجه خليهم لينا في الكومونتيرات. وسلامات يا ناس سلامات. كوبي كتصورني وفي تعليق اخر لا ما ديرنيش ما نبانش انا.
صافي هادشي اللي عندي. العز يلا كوبي.